رمضان وعلى بركة الله أينما كنتم سلام الله عليكم. نجدد بكم اللقاء ولقاؤنا بكم يتجدد. شوطنا على السابع للقايا الابكار وتحديات اللقايا، والأربعة كيلومترات هي الحكاية والرواية والتي سترويها لنا هذه الأسماء وهذه الشعارات الباحثة والطامعة للقب وللنقطة الثمينة في هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد للهجن 2022 وتحديات ملاك الهجن بالإثارة المرتقبة وبالتحديات المرتقبة. أنطلق مع الصدارة الأولى ليرى شعار في هذه اللحظات. هنا رياسة وناصر بن سعيد بن حمد آل بظهير الهاجري يقدم لنا رياسة، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات القدوم والوصول من قبل شعار في هذه اللحظات. يتقدم من مركز إلى مركز شعار هادي بن مرسل بن محسن الرزق يقدم سيوف إلى مركز ثالث في هذه اللحظات. يتقدم وتتقدم العنود وعاطف بن عطية بن حسن القرشي يقدم لنا العنود وعنود الصيد إلى مركز الرابع في هذه اللحظات. وصل وتقدم شعار ليتقدم بادي بن مرزوق بن هدي المقاطي العتيبي يقدم لنا منصورة، بينما إلى مركز الخامس في هذه اللحظات. التقدم والوصول من قبل شعار في هذه اللحظات. يتقدم حمد بن هيام بن سالم العامري يقدم لنا عون. هكذا النتيجة للمراكز الخمس المتقدمة والمتصدرة الباحثة والطامعة للقب وللنقطة الثمينة في هذا المهرجان الكبير. ولكن العودة إلى صدارة الشوط، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى من تقود المسيرة، إلى من ينطلق وتنطلق سيوف انطلاقات. هادي بن مرسل بن محسن الرزق ينطلقون ابناء نجران باندفاعاته الممتازة والرائعة ليندفعون لنا بسيوف المركز الثاني في هذه اللحظات. يتقدم شعار عاطف بن عطية القرشي يقدم لنا العنود المركز الثالث في هذه اللحظات. عون وشعار حمد بن هيام بن سالم العامري، بينما المركز الرابع من تتقدم من مركز إلى مركز بحثا وطمعا عن الصدارة البارعة بانطلاقات عامر بن راشد بن سعيد بن راية المري، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات يتقدم شعار سرابة وبدر بن وجب بن بندر المغيري. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس الأولى المتقدمة المتصدرة. ولكن عودتنا إلى صدارة الشوط، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى من تقود المسيرة. ينطلق شعار هنا هادي بن مرسل بن محسن الرزق تتقدم سيوف وانطلاقات أبناء نجران باندفاعاتهم بانطلاقاتهم بنقاطهم يندفعون أبناء نجران. ولكن العالمية في مركز الوصافة ينطلق عامر بن راشد بن راية ليقدم لنا هنا في هذه اللحظات البارعة بانطلاقات البارعة وباندفاعاتها الممتازة، بينما المركز الثالث عون وانطلاقات حمد بن هيام بن سالم العامري ينطلق، بينما المركز الرابع عاطف بن عطية بن حسن القرشية مع العنود، بينما المركز الخامس شعار بدر بن بندر بن وجب المغيري يقدم سرابة. ولكن العودة إلى صدارة الشوط، إلى اللي طارت مع التغيرات التي طرت وجرت من قبل شعار بن راية باندفاعات بن راية بانطلاقات العالمية. ينطلق الآن شعار هكذا ننطلق مع الصدارة الأولى لينطلق شعار بن مرسل والألف والمئتين. ولكن بن مرسل بانطلاقاته وأبناء نجران يندفعون الآن، ولكن المركز الثاني وبالراية بانطلاقات بالراية باندفاعات العالمية ينطلق ويقدم لنا البارعة، البارعة بالانطلاقات العالمي بالاندفاعات بانطلاقاته.
ينطلق عامر، عامر يا عامر براشد بن سعيد الابرص، يندفع لنا ولكن بن مرسل، بن مرسل وابن نجران يقدمون لنا انطلاقات سيوف، هادي بن مرسل بن محسن الرزق ينطلقون على المستوى المركز الثاني، ولكن هنا يغرد بالرايه خارج السرب، غرد بالرايه والعصوين في الابطان راك دوامنا البارعه، البارعه في انطلاقات العالمي وعروضاته باندفاعات العالميه وبطولات الانجازات تتحدث عن العالميه، البطولات تتحدث عن العالميه، انه بالرايه، انه بالرايه والانجازات، والانجازات انه نادر زمانه، انه بالرايه بانجازاته ببطولاته عصا ترك دوامنا البارعه، البارعه بالرايه ما فعلت ما انت بفاعل، انه بالرايه صدرت الاوامر على البارعه بانطلاقاتها باندفاعاتها بانجازاتها، سلمت يمينك يا العالمي سلام، سلمت يمينك عالمي 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 بانجازاته ببطولاته بتحدياته، ومن ليس له ماضي لا حاضر ولا مستقبل له، اتى الحاضر واتى الماضي بالرايه، سلمت يمينك عالمي 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 سلام، تحيه 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 للعالمي سلام، انه بالرايه العالمي، وسلمت يمينك يا عامر يا بن راشد يا بن سعيد، وسلمت يمينك العالمي حمد بن راشد بالرايه، سلام الى ابن السح سلام، المركز الثاني شعر بعد اللحظات، هنا شعر سيوف، وهادي بن مرسل بن محسن الرزق قدم السيوف بأداء ممتاز للمركز الثالث، شعار في هذه اللحظات هكذا تهانينا ونماس لمالكي في هذه اللحظات البارعة، عامر بن راشد بن راية قدم البارعة باندفاعاتها الرائعة ببطولاتها بتحدياتها بانجازاتها، انها البارعة وعامر بن راشد بن سعيد البريص المري، لحظة الوصول معلنة الفوز والانتصار، البارعة توقيت الزمني هكذا 6 دقائق و31 ثانية 46 جزء من الثانية، بينما المركز الثاني شعر بهذه اللحظات، هنا هادي بن مرسل بن محسن الرزق مع سيوف 6 دقائق 35 ثانية 44 جزء من الثانية، بينما المركز الثالث شعار فالح بن حمود البلوي، قد فالح بن حمود المطلق البلوي مع دنعة هكذا على المستوى المركز الثالث، التوقيت الزمني 6 دقائق 36 ثانية 80 جزء من الثانية، بينما المركز الرابع صالح بن فرج الرزق، بينما المركز الخامس عياضة بن خلف بن عوض العنزي، هكذا تهانينا ونماس لمالك البارعة عامر بن راشد بن سعيد البريس، وتهانينا ونماس لجميع الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالفوا الحظ، وشوطنا القادم بصوت الزميل خالد بن بدر الدعجاني. سيف سلمان ومدافعها